بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 43. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب ستر العورة. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وللبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في تحريم الإسبال في الإزار، والإسبال ما نزل عن الكعبين، آخر حد للباس المسلم إلى الكعب، هذا أسفله، وأعلاه إلى منتصف الساق. فمن حسر عن منتصف الساق فلا يجوز، وما نزل عن الكعب فلا يجوز أيضا، وما كان بينهما فهو محل اللباس الشرعي. فعلى من الإزار ومن الثوب وغير ذلك من الملبوسات. وعن ابن عمر مرفوعا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إحدى شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنعه خيلاء. نعم، هذا ضابط الإسبال، هو ما نزل عن الكعب، ما نزل عن الكعب، فإن كان معه خيلاء فالإثم أشد، وإن لم يكن معه خيلاء فهو حرام أيضا. وأبو هريرة كان ينزل إزاره بدون قصد منه ثم يرفعه، فلا إثم في ذلك إذا كان بغير اختيار الإنسان واستدرك ورفعه، فإن ذلك لا يضره. نعم. وعنه مرفوعا: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الإسبال عرفنا أنه يكون في الإزار والثوب، وفي هذا الحديث أيضا والعمامة، إسبال في العمامة إذا سدل العمامة من الخلف، إذا سدلها من الخلف من أجل الخيلاء فهذا حرام، أما إذا لم يكن في ذلك قصد للإسبال فليس في ذلك شيء. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا وعيد شديد على من لبس ثوب الشهرة، والمراد بثوب الشهرة ما يخالف لباس العادة في البلد، ما يخالف لباس العادة في البلد فهو شهرة، إذا كان لباس البلد موافقا للسنة
وآخر حد إلى الكعب كما مر. فما خالف لباس أهل البلد الموافق للسنة فإنه يكون شهرة، وإذا قصده الإنسان فإنه يلبس يوم القيامة ثوب مذلة، ثوب مذلة عقوبة له. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث فيه الوعيد في من كان في قلبه كبر، والكبر هو الترفع على الناس. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق يعني دفع الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. الكبر يتكون من شيئين: بطر الحق دفعه كبرا، وكذلك احتقار الناس. ومن كان في قلبه ولو أقل شيء من هذا فإنه يحرم من دخول الجنة، يحرم من دخول الجنة عقوبة له. وهذا من الكبائر التي دون الشرك، وهذا من الوعيد. وإلا فالمسلم يدخل الجنة ولو تأخر دخوله عنها بسبب كبيرة من الكبائر التي دون الشرك. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. نعم، كلوا واشربوا مما أباح الله سبحانه وتعالى، والبسوا الثياب من غير إسراف في الأكل والشرب. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز الإسراف، وذلك بالنهم في الأكل أو بتنويع المآكل، لأن ذلك يحمل على الأشر والبطر. يتوسط المسلم في مأكله ومشربه كيفية ونوعا، فلا يسرف في الأكل كل ما اشتهاه أو يكثر من الأكل، بل يتوسط في ذلك. والميزان في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. بل حتى الصدقة مع الشيخ أشار إليها في الحديث. وتصدقوا كذلك لا تبذر، لأن الإنسان إذا زاد عن الصدقة عن الحد المشروع صار مبذرا، مبذرا للمال. وحتى الصدقة يعتدل فيها أيضا، لا يكون الإنسان بخيلا ولا يكون مسرفا في الصدقة عن الحد المشروع. نعم. وزاد أحمد: إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. روى الترمذي هذه الزيادة وحسنها وقال: أثر نعمته. نعم، فيه أن الله إذا أنعم على عبد فلا يحرم نفسه من هذه النعمة بأن يستعملها باعتدال، يستعملها باعتدال، يأكل ويشرب من غير إسراف كما سبق، ومن غير مخيلة يعني كبر. وهذا هو الاعتدال في المأكل والمشرب. والله جل وعلا يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا في الإنفاق والتبذير، ولم يقتروا يعني يبخلوا. فلا إسراف ولا تقتير، وإنما الوسط، الوسط بين ذلك، هذا هو المشروع. نعم. وفي حديث أبي رجاء العطاردي: خرج علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه من قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. نعم، هذا الصحابي الجليل عمران بن حسين خرج على إخوانه من الصحابة بلباس من خز، يعني من حرير، وليس المراد الحرير الخالص، وإنما حرير في الثوب، علم أو قدر 4 أصابع أو أقل، علم في الثوب، تطريز في الثوب، لا بأس بذلك. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. هذا فيه فضل التواضع في اللباس، وأن الإنسان إذا ترك الزينة في اللباس من باب التواضع فإن ذلك محمود، فإن ذلك محمود ما لم يكن هذا سمة دائمة، وإنما يفعله أحيانا وأحيانا يلبس مما رزقه الله ويظهر بنعمة الله عز وجل. نعم. ورواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا: البذاذة من الإيمان. قال أحمد: هو التواضع في اللباس. البذاذة من الإيمان، أي يعني من علامات الإيمان، أو أن هذا بعض الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فإذا لم يترفع الإنسان بلباسه وإنما يلبس متوسط أو أقل من ذلك من باب التواضع فلا بأس بذلك، بل إن الله يحب التواضع في العبد. نعم. وعن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. نعم، هو لباس الأخضر أو الأبيض أو الأسود أو الأحمر غير الخالص، كل هذا جائز، الألوان ما كان من لباس الرجال، ما كان اعتياده من لباس الرجال فلا بأس به، من أي لون، من أي لون إن كان. وكون الإنسان ينوع أحيانا كذا وأحيانا كذا من المباح، هذا أحسن من أن يبقى على لباس واحد. يظهر النعمة. ليظهر النعمة وليتزين، التزين مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين بالوفود ويتزين، وهو مطلوب هذا. نعم. ولمسلم عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. نعم، مرحل يعني فيه صورة الرحل الذي يوضع على الإبل من باب الزينة، يعني يرحل الثوب يجعل فيه صور الرحل أو ما أشبه ذلك من باب التجميل له. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو عليه ثوب عليه مرط مرحل من شعر أسود، ففيه جواز لبس السواد، وفيه جواز الثوب المنقوش عليه صورة رحل، وهذا من باب الزينة. نعم. وعن أم خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين
وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، والسنى بلسان الحبشة الحسن. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى هذه البنت هذا اللباس الجميل، وقال هذا سنى يعني حسن بلسان الحبشة، ففيه جواز بعض الكلمات المستعملة باللغة العربية وهي ليست في الأصل عربية، وإنما تكون معربة، هذا ما يسمونه بالمعرب، وهو ما استعمل من اللغات الأخرى بالعربية. المهم أنه صلى الله عليه وسلم ألبس هذه الجارية هذا النوع من اللباس، وأيضا أثنى على ذلك وقال هذا سنة يعني حسن، يريد بذلك تشجيعها وإدخال السرور عليها، ففيه ملاطفة الأطفال، وقولها ابلي وأخلقي هذا من باب الدعاء، أي أن الله يعافيك ويمد في حياتك حتى تخلقي هذا الثوب وتبليه. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا، نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ هذا الوقت. هذا يزيد الغيش، اترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الدرس القادم إن شاء الله، السلام عليكم.